اي نعم. بالنسبة عندنا بالقرى مسجد يكون خارج القرية مسور، هل من الأولى تحية المسجد أو؟ نعم، لأن عندما صلينا أنكر علينا كثير من الناس. مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، فإن أقول مصلى العيد كغيره من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلى ركعتين، حتى وإن كان خارج القرية مثلا. ولو كان خارج القرية لأنه مسجد، سواء سور أو لم يسور. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحيض أن يدخل المصلى، وهذا يدل على أنه أن له حكم المسجد. ولا ينكر على من ترك التحية؟ لا ينكر، لأن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه، أن له تحية.